في الفيديو الأخير حاولنا أن نرسم إثنان بروبل هبتان، إثنان بروبل هبتان، نعم، وقمنا بأفضل محاولة لرسمه، لكن تم الإشارة أنه لن يطلق عليه إثنان بروبل هبتان من البداية، لذا لن تروا مركب يسمى بهذا الاسم أبدا. دعوني أريكم ما الذي أقصده. عندما ترون شيء كهذا، فورا ستقولون إثنان بروبل هبتان، والطريقة التي يمكن رسمه بها أو تسميته بها هي صحيحة. قلنا هبتان يعني أن هناك 7 كربونات، وهو من الألكانات، لا يوجد روابط ثنائية أو ثلاثية، إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 من ذرات الكربون، وعند الكربون الثاني إذن لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، لدينا مجموعة بروبل، هذه تعني وجود 3 كربونات كما أعتقد، نعم، إذا عند الكربون الثاني لدينا مجموعة بروبل، هذه 3 كربونات، إذا 1، 2، 3، الطريقة التي رسمناها بها كانت بالضبط هكذا، إذا طلب منكم رسم إثنان بروبل هبتان هو سيكون بهذا الشكل. لكن لن نطلق عليه إثنان بروبيل هبتان. تذكروا إذا تم إعطاكم جزيء عضوي يجب دائما البحث عن أطول سلسلة فيه، وأطول سلسلة هنا ليست سلسلة الهبتان، إنها ليست هذه السلسلة باللون البنفسجي، إنها هذه السلسلة. عندما نبدأ من هنا لدينا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، سيكون لدينا سلسلة أطول، إذا ستكون هذه هي السلسلة الأطول لهذا الجزيء، نعم تماما هنا، نعم هذا صحيح، هذه هي السلسلة الأطول، إذن سوف نقوم بترقيمها، سنبدأ الترقيم بالقرب من المجموعة المتصلة بالسلسلة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، إذن لدينا 9 كربونات في هذه السلسلة، إذن نحن نتعامل مع، قولوا معي نو نا، ولدينا مجموعة مثل هنا كربون واحد متصل بالكربون الرابع من السلسلة الرئيسية، إذا هذا سيكون 4 مثل، هذه هي مجموعة المثل، نعم هنا بالضبط 4 مثل نونان، إذا أصبح الاسم 4 مثل نونان. هذا الفيديو كان ضروريا لتصحيح ما وقعت به من خطأ في الفيديو السابق، لذا هذا المركب لا يسمى إثنان بروبيل هبتان، لقد كنت مخطئا عندما سميته بهذا الاسم، وإنما يطلق عليه 4 مثل نونان. طبعا كلا التسميتين تشير إليه، ولكن هذه التسمية ليست صحيحة أبدا في الأعلى، ليست صحيحة أبدا، إذا أعتذر عن هذا الخطأ. هذا المركب يسمى 4 مثل نونان كما رأينا. لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم، نراكم.